لانه نحن البلد بيعنينا ومصلحة البلد بتعنينا ومن يدافع عنهم كسائقين وقطاعنا البري او العاملين بقطاعنا البري بيعنونا بيعنينا انه ناكل عنب ما نقتل النطر. وطالما انه في جلسة مع دولة رئيس الحكومة مع اللجنة الوزارية مخصصة لهذا الموضوع الجمعة الساعة 5 برئاسة الوزراء بالطبع ومن المنطق والعقل واحترام النفس واحترام المقامات، أنا بدي أتمنى على الزملاء لحاضرين واللي غايبين بحضور معالي الوزير أنه نستمهل بموضوع تنفيذ الإضراب نهار الخميس لما بعد اللقاء بعد ما أنجز ما تم إنجازه مع معالي الوزير من بنود الاتفاق اليوم، لربما إن شاء الله اللقاء مع دولة الرئيس واللجنة الوزارية المعنية نستكمل بقية البنود ومنخلصها.